مرة في حياتي أحلم ببابا. ده ما كانش حلم يا إيه، كان بجد. أبوك عايش. هي موجة ركبتك السوق يا نصرة. دي ببركة بحق ولا زعل؟ أفهمها الأول وأعرف إذا كنت بارك ولا زعل، ويتفلق بقى داغي وداغي اللي جابوني. عسل يا معلم، واللي في قلبك يا أخويا على لسانك على طول. أصبر يا أخويا وأنا رستيك على الحوار. ماشي. قول يا شهرزاد. الست يا أخويا ناديتني وأنا لبيت الندى، والنبي ما كنت أعرف حاجة، هي اللي قالت لي هناك. شوف إزاي. مش مصدقني؟ طب والله هو ده اللي حصل. خد لما أقول لك، أصل يا أخويا العشا متقطع بينك بين الولية وبين سعيد. أه والله، قالت بقى تركب حد السوق. الله، طب ما أنا كنت أقصدها. ملهاش بقى يا معلم، أصل أنت ما تعرفش عقل الستات لما يقلبوا على رجالته. لو ركبتك أنت حتكيته قراط، لكن بقى لو ركبت أخته المرة حتكيده 124. سيد، أنا بتاعك في العيش والملح والأخوة ما قلناش حاجة، لكن فجرت الصنف أنا عبد المأمور. يعني مدام موجة تقول لي ادي فلانة تجيله، ما تديش ترتم مش مديله. وحياة جانا بنت انا جايب معاك من الاخر. وانا بقولها لك دلوقتي، كل البضاعه اللي عندك تلزمني. طب ازاي يا كبير؟ ما انت قديم وفاهم. البضاعه دي لمؤاخذه بتتوزع على 5 6 تجار من روس الحربه. عايزني اجمع كيف الشعب كله واحطه لك في حجرك؟ دول لمؤاخذه يقرمشونا. ما انا لمؤاخذه برضه هقرمشك لو ما سمعتش منك الامين. طب بأمرت ايه؟ بأمرت ان السوق كله بيتسحب من تحت رجلين الرجاله، واللي هيسوق بعد كده النسوان، فهمت ولا نقول كمان؟ اسمع، البضاعة اللي عندك كلها دلوقتي اتبات في المخازن النهارده، والمهر جاهز. طب ومدام موجة؟ مالكش فيه، حمايتك من موجة واجبة مني. بلغ المعلمين ان مخارزة بيظبط السوق وشوية وهيحين. مشكلتي معاك ان البت جنى قالت لي ما تزعلش يا عمرو سعيد. يبقى مبروك. وانت بقى يا ست الستات، شايفة نفسك يعني تعرفي تدوريها؟ السوق معقرب ودخانيه كتير. من 10 الأم يا معي. وبعدين ما هو انت برضك ضهري وكلامك على راسي. بس انا كده حابه قدام الناس ايه يا نصرة؟ جوز الست؟ بعد الشر عليك يا اخوي، ينقطع لسان اللي يقول كده. الله، يا راجل بقولك انت ضهري. انت الحلقة دي موجة دي هناك عند مامورة، تركب نصرة، تركب نوسة لما شفيه. وبعدين معلمة ايه غير بضاعة ورجالة؟ والبضاعة بقت في حجرة، والرجالة مستنيين إشارة أبو خاتم، يعني على طلعة النهار نسلم ونستلم ونخلص. نخلص مين؟ وأنا قلت لك تدي كلمة لحد ولا تبات مع غيرهم؟ بس سيد من قلت إنك أنت ما تقولش، أنت تسمع وبس. ولو موجة سألتك على البضاعة تعمل تاني؟ طب ما تلاقيني أنت وتفسرني الحوار، وبعدين بضاعة شين دي هنعمل فيها إيه لا مؤاخذة؟ هتتصبر. لإمتى؟ لحد ما يجي لها عدلة. ما ترسلني يا سيدة على مصلحتها واحدة يا جدع. ما عشان مصلحتك معايا بقول لك استنى ما يجي لها عدلة. سند ومستنى. على وضعك يا طارق. ولا هيقدر يعمل حاجة. بس ده ما كانش اتفاقنا يا نصرة. اتفقنا انه يقع. واركب انا مش تركب انت. وانا وانت ايه؟ احنا الاتنين واحد. والكترة حلوة برضه. لا مش واحد يا بنت النهاردة. ده احنا 100. مقامي فيهم 99.5. الباقي يخصك. وأقل منه. المقام كله ليك، بس سيب لي نفسك وخليك معايا. عملتها من قبل مع اخوك يا نصرة، ولقيت روحي في حديد. لانه كان باصص في ملكك وطمعان فيك، لكن انا يا اخويا بطمعك فيه. قلت ايه؟ استبينا. استبينا يا ست المعلمين. ما الحزب عينا بقى هي مستنين ايه؟ مستنين سيك. شكلك لسه واخد جنب يا سيد، ده انا كنت فاكر ان احنا رجعنا القديم. ليه بس يا صلاح؟ ما انت معايا هوجة فكتي. معاك اه، بس قاليها في عينيك، انت لسه شايل من الوعي اللي جبنا ومحرص كده في كلامك معايا. ولو مخونك ادخلك مطرحي واعرفك اللي مخبيه عن الخالي. بحق يا سيد. بحق يا صلاح.
طول عمرك اخويا يا جدع، وعشان كده انا هربط في ظهرك زي الاول واكتر، عشان لو جات لك ضربه وانا موجود تعرف ان هي نفذت في لحمي قبل ما توصلك. ماشي يا صلاح، بس لحد ما يجي معاده لازم تبقى عارف كل اللي شفناه كوم وديكم تاني. اخوك سداد تقلقش. طب اسمع، فوده ونصر ابوك كل واحد فيهم تمامه غير التاني. مش قريك. انا هقول لك، ضربه موجه تحل اساعة عننا، وفوده نجيبه تحت رجلينا، لكن نصر حاسس بيك يا صاحبي، كل من تحت راس الشيطان اللي اسمه فوده. انا عشرته وعارفه، بس انت عارف اختك اصلها طيب، هي بس الشيطان وزعها. معلش مسيرة تفك من شيطانها وتفوق، بس لحد ده ما يحصل لازم تعمل كل اللي تقولك بالسنتي. قلتلك اخوك سداد ما تقلقش. وحشني يا ابوخ. السمسار اللي جاب خيك هي موجود هون بلبنان ومخيم اللاجئين، هو اللي دخلوا على سوريا مع مجموعة شباب جهادية، ومن بعد ما دربوه أخدوه على ليبيا لحتى يشارك بعمليات جهادية هونيك. ليبيا؟ هي بفاس مصر الوقت بتبيع وتشتري في الشباب عادي؟ ده بزنس يا صاحبي، ما تعرف له أول من آخر، بس المهم أنه نقينا الخيط اللي ممكن يوصلنا لطريق خيك. ما فيش حاجة اسمها ممكن، في حاجة اسمها لازم. لازم تعرف لي هو فين بالظبط، أنت فاهم ولا لا؟ ماشي، هيحصل، اطمن. أنا إن شاء الله برجع بحكيك. باي باي. يا بنت هاتي اللي في عيبك، ما تخافيش، ده انت اختي، وزي ما سيد مربيكي من ساعة ما وعيتي على الدنيا انا برضك اللي استلقفتك من بطن امي. اسم الله عليك يا اخوي، اديك قصرت السكة وجبت من الاخر. كرامة ليا انا بقى، عاوزة حبل الود اللي ما بينكو ده يتقطع، تحل ظهرك عنه شوية. كلام ايه ده يا ميسا؟ ده جوزك عايز انا اديله سكينة في ظهره. قالوا لك عن حمادة الطيب كده برضك. يا واد اهبد، انا قصدي خير. انا نفسي ارده عن سكة الحرام اللي هو ماشي فيها دي، وطول ما هو مسنود عليك وعلى اللي زيك عمره ما هيفوق. حل عنه يا طيب، يمكن لما يا اخويا يحس ان هو لوحده يفوق. يا بنت انت مفكراه عتبه رزق انا مشاركه فيها؟ يوم ما هيسيبها هتفرط منه ويقول توبه. سيد لو مش عايز يحل نفسه من السكه دي مش هيحل نفسه. وبعدين لو انا سبته بألف غيره هستلقاه ورا مقص. مالكش دعوه بغيرك، خليك في نفسك يا طيب، اسحب نفسك انت بس من الموضوع وخلي الباقي عليا انا. ودينا بنحاول. جرايه ميسا، ما قلنا ما وقفتش عليا يا امه. وانا قلت لك ان هي وقفت عليك يا طيب. يبقى تسمعي النهي. انا من يوم ما وعيت على المخروبه اللي احنا عايشين فيها دي وانا بطولي، كل ما احاول اشب عشان اطول العز اللي الناس كلها شايفاه بقى على بدور رقبتي. مش لوحدك يا طيب، محدش مولود في بطن امه على هنا، كلنا يا ما شفنا. مش زي انا، يوم ما الدنيا ضحكت لي خلتني كلب فوده، وفضلت مايم معاه في الهادي لحد ما هبرت منه الهبره الكبيره. بعد كده الموج حدفني على بوخارست واديني ماشي معاه في سكته لحد ما هعبر الهبره الاكبر. عايزاني بعد كل الذل اللي شفته في حياتي ده اقول لا؟ ينفع؟ ينفع يا ميسا؟ بقى كده يا طيب. شوف يا ميسا، انا طول ما مصلحتي هتبقى مع سيد بوخارست هفضل معاه يا ام، وانت لو بتعزيني بصحيح علني من نفوق. بقول لك ايه طيب، ما كفايه بقى تركب نفسك الغلط وتعمل لك وقفه. وقفه؟ وانتي ما ركبتيش نفسك الغلط لما رحتي الفوضه ورميتي نفسك في حضن وسيد لحقك؟ وقفه مين يامه؟ الوقفه في العين. كل سنه وانت طيبه.